هل في قول الراوي فوداه بالمئة من إبل الصدقة هل فيه دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة؟ وأيضا هل يدل على ذلك قوله سبحانه وفي سبيل الله لأن كل مصلحة عامة فيها نفع للمسلمين هي من سبيل الله؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يتولى بيت المال بما فيه من الزكوات والموارد ويصرفها في مصالح المسلمين، هذا من مسؤوليته وصلاحيته. أما نحن فلا دخل لنا في أننا نقول هذا في سبيل الله تصرف من عندنا، لا. نعم.